الدولة تعير اهتمام كبير لتعليم الابتدائي بصفته ووصفه مهد كل الأنظمة التربوية في العالم، ومن خلاله وبفضله وبفضل صلابته يؤسس لأنظمة تربوية ناجحة. ولهذا تلاحظون أن قرارات استراتيجية تاريخية أخذت بشأن هذا التطور، كإدراج اللغة الإنجليزية لأول مرة في تاريخ البلاد في هذا التطور، وكذلك كإعطاء مهمة تدريس التربية البدنية والرياضية في هذا الطور لأهل الاختصاص لأول مرة في تاريخ البلاد كذلك. وتم بحمد الله توظيف 12877 أستاذ وأستاذة مكلفون بالتربية البدنية والرياضية، كما تم توظيف كذلك 4144 أستاذ وأستاذة لتدريس اللغة الإنجليزية للسنة الثانية على التوالي، بعدما أن تم توظيف بعنوان السنة الفارطة 5357 أستاذ وأستاذة، ليرتفع العدد عدد أساتذة الإنجليزية في الابتدائي إلى أكثر من 9000 أستاذ وأستاذة. تعلمون كذلك أن السيد الرئيس ومن أولى قراراته بخصوص المدرسة قرر أن يعاد النظر في القانون الأساسي الخاص للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، وعلى رأسها الأساتذة والأستاذات، لدراية السيد الرئيس بالدور الحاسم والفاعل والمهم في التنشئة وفي التدريس. وبالتالي ففي الأيام المقبلة إن شاء الله سيكون هناك قانون أساسي سيرتقي بالأستاذ إلى مصف المربي، وسيكون فيه الكثير من المكتسبات لأساتذتنا ولسائر موظفي القطاع.